بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ من حيث وصلنا. كنا نتكلم عن إرث الجد والإخوة، وذكرنا أن الجد إذا كان مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض له حالتان: إما ثلث المال، ثلث رأس المال، وإما المقاسمة، يأخذ الأحسن الأكثر. أما إذا كان معهما صاحب فرض فالجد بين ثلاث خيارات: إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما أن يأخذ سدس رأس المال. الأحسن من هذه الحالات الثلاث يختاره الجد لنفسه. ذكرنا كذلك أنه إذا كان معهم صاحب فرض تارة يكون الأحسن له المقاسمة، كما إذا ترك الهالك زوجة وجدا وأختا، لا شك أن الأفضل له في هذه الحالة المقاسمة، لأن المسألة من أربعة: فرض الربع للزوجة تأخذ ربع المال، ثلاثة أرباع الباقية، الجد يعصب الأخت لذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ نصف المال، أحسن له من ثلث الباقي ومن سدس رأس المال. أما إذا كان الهالك ترك زوجة وجدا وإخوة، ثلاث إخوة مثلا، في هذه الحالة الأحسن أن يأخذ ثلث الباقي وهو ربع المال، لأن المقاسمة تنقصه عن الثلث، والسدس رأس المال أقل بكثير، فالأحسن أن يأخذ ثلث الباقي وهو ربع المال. أما إذا كان الهالك ترك بنتين وزوجة وجدا وإخوة، في هذه الحالة يكون الأحسن أن يأخذ سدس المال، سدس رأس المال، لأن المسألة من 24. الثلثين للبنات، المسألة من 24، لم نصل بعد إلى باب الحساب، لكن كمعلومة إذا اجتمع الثمن والثلث أو الثلثين أو السدس، باب الثلث والسدس إذا اجتمع مع الثمن فالمسألة من 24 دائما، لأننا نضرب ثلاثة في ثمانية، ثلاثة مخرج الثلث في ثمانية مخرج الثمن بأربعة وعشرين. البنات لهن الثلثان 16، الزوجة لها الثمن 3، كم باقي؟ 5. لا، في بنات لها الثمن، الزوجة لها الثمن لأنه في بنات، تأخذ الثمن 3، كم باقي؟ 5. عندنا الجد والإخوة، شو الأحسن للجد هنا؟ سدس رأس المال، يأخذ 4 نقاط، تبقى نقطة واحدة للإخوة، أحسن له من المقاسمة من ثلث الباقي. وإذا أردتم أن نضعها عمليا، نعم مثلا زوج زوجة جد والبنات 2 تقريبا، 2، والإخوة
طبعا المسألة كما ذكرنا من 24، الزوجة فرضها الثمن، فرضها الثمن، ثمن ثلاثة طبعا، البنات مسألة البنات الثلثين، ستة عشر، الجد والإخوة كم باقي؟ باقي أربعة، الجد والإخوة باقي خمسة، أقصد الجد والإخوة باقي خمسة، الإخوة لو قاسموا الجد في الخمسة الجد ينتقص، أحسن أن نعطي للجد، أن نعطي للجد أربعة يبقى واحد للإخوة أو السدس، سدس رأس المال أربعة، واحد على ستة، نعم. فأحسن هذه، هذا هو حال المسألة هذه. يقول الناظم رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه قد ذكر فيما سبق أنه سيتكلم على أحوال الجد والإخوة. فألقِ نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، الحواشي الأطراف طبعا، اجمع الكلام كله. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، عنهن يقصد الأحوال، والحال في اللغة تؤنث وتذكر لفظا ومعنى، وتؤنث لفظا لا معنى. نقول حال حسن، ونقول حالة حسنة، حال حسن ذكر لفظا ومعنى، وحالة حسنة أنثت لفظا ومعنى، ويجوز أن نذكرها لفظا ونؤنثها معنى فنقول حال حسنة. فالحال تؤنث لفظا ومعنى وتذكر لفظا ومعنى، وقد تذكر لفظا وتؤنث معنى. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، الأذى يقصد النقص، إذا كانت المقاسمة لا تنقصه عن ثلث المال في حالة الانفراد، أو عن الثلث أو السدس في حالة معهم صاحب فرض، أحسن للمقاسمة يقاسمه، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إذا كانت القسمة تنقصه تنزل حظه عن الثلث لا ما يقاسم، يأخذ الثلث والباقي الإخوة مهما بلغوا مهما كثروا كما قدمنا. إن لم يكن هناك ذو سهام، كما قلنا حالة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وحالة ما إذا كان معهم صاحب فرض، لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، أرزاق يقصد الأنصباء طبعا الفروض باب الروي، نعم. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، بمعنى أنه أقل حظ يرثه الجد إذا كان وارثا، أقل حظ يمكن أن يأخذ سدس لا ينتقص عنه بحال ما دام وارثا السدس، لا في المقاسمة قد يأخذ أكثر من الثلث، قد يأخذ النصف أو أكثر مثلا حسب ما، نعم نعم نعم. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ
في سهمه والحكم، معناه أنه إذا كان الإناث أخوات ينزل منزلة الأخ، معناه أنه يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة المقاسمة يعصبهن، أما إذا كثرنا كنا خمسا فصاعدا فإنه يأخذ الثلث، أما في حالة ما إذا كنا أقل من أربعة لا يعصبهن، لأن المقاسمة أحسن للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم يكون مثل الأخ معهن مثل أخ لهن. قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، وهذا ذكرنا عدة مرات أن الجد لا يحجب الأم، إذا كان جد أخ أم الأم تأخذ الثلث كامل، ولكن هنا لم يشبه الأخ، ليس بمنزلة الأخ، لأنه لو كان أخوين مع الأم يحجبانها إلى السدس. هذا هو قال أنه الجد مثل الأخ، لكن هذا بالنسبة للأخوات وليس بالنسبة للأم، لأنه إذا كان الجد مع أحد الإخوة مع الأم في هذه الحالة الجد لا ينزل منزلة أخ ثاني فتحجب الأم إلى السدس، لا لا ينزل منزلة أخ، تأخذ الأم الثلث كامل ولا يحجب، ولا نقول جد مثل أخ وهذا جد معه أخ بمنزلة يساوي أخوين وأخوين يحجبان الأم، لا الجد إنما ينزل منزلة الأخ مع الإخوة والأخوات، وأما بالنسبة للأم وأصحاب الفروض لا لا ينزل منزلة الأخ. نعم قال الله مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هنا نبه إلى مسألة وهي مسألة المعادة كما يقول أصحاب التركات، المعادة هو أن يترك الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، مثلا أخا شقيقا أو أختا شقيقة معها إخوة لأب، لو مثلا هلك هالك وترك أختا شقيقة وثلاث إخوة لأب وجدا ماذا يقع؟ الجد طبعا يأتي إلى الأخت فيقول لها الحكم المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، تأخذين ثلث المال وأنا أخذ الثلثين. الأخت تقول لا أنا مع إخوتي، هذو ثلاث إخوة وأنا معهم، فتفضل نتقاسم كلنا. يقول لا أنا إذا قاسمتكم أنتقص عن الثلث، فيأخذ الثلث. الثلثين الباقيين تأخذ منهم الأخت نصف، لأنه هو فرضها إذا خلت من الجد، إذا لم يكن مع جد فرضها نصف فلا تتجاوز النصف، والباقي للإخوة لأبي. وإذا كان الأخ ذكر، الأخ الشقيق ذكر ومعه إخوة لأب ومعهم الجد، نفس الشيء الأخ الشقيق يعد الإخوة لأب للجد، يقول تفضل نتقاسم نحن إخوة، يقول له لا المعادة تنقصني عن الثلث فيأخذ الثلث، فالأخ يأخذ الجميع لأن الأخ يستكمل المال، الأخ الشقيق يأخذ الجميع والإخوة لأب يسقطون في هذه الحالة، وهذه هي مسألة المعادة يسمونها مسألة المعادة. نعم قال واحسب بني الأبي لدى الأعداد، في حال التعدد الإخوة لأبين يحسبون للجد حتى ينقص ميراثه حتى يرجع إلى الثلث ولا يقاسم الأخ أو الأخت. قال وارفض بني الأم مع الأجداد، طبعا كما قدمنا أن الإخوة لأم يسقطهم الأصل والفرع، الجد يسقط الإخوة لأم لا يرثون معه أصلا، وبالتالي لا يعدون له، الشقيق لا يعد الإخوة لأم للجد لأنهم لا يرثون أصلا، نعم لأن الجد نفسه يسقطهم. نعم قال واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، كما قدمنا إذا كان ذكور يستكملون الأشقاء يأخذون المال كله ويسقط الأخ لأب، أما إذا كانت أنثى فإنها تأخذ النصف والباقي يكون للإخوة لأب. قال واسقط بني الإخوة بالأجداد،
الحقيقة أنه الأمر من أسقط أسقط بتحقيق الهمز، تحقيق الهمز المفروض أن نقول أسقط بتحقيق الهمز لأنها من أسقط وأفعل. يقول ابن مالك في لامية الأفعال: الأمر من أفعل الأمر أفعل، من أفعل الأمر أفعل. أفعل الرباعي المبدوء بهمز القطع، الأمر منه أفعل بقطع الهمزة، لا بد أن تكون الهمزة. الشاعر الناظم هنا اضطر إلى أن يسهلها، أن يجعلها همزة وصل، أن يوصلها جعلها همزة وصل. لكن لو حذفنا الواو وقلنا أسقط بني الإخوة بالأجداد لكان الأمر طيبا. نعم، أسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، يقصد أن أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، لأن الجد بمنزلة الإخوة، الجد في التعصيب في درجة الإخوة، وبالتالي يحجب أبناء الإخوة لأنه أقرب منهم في المنزل لأنه في درجة الإخوة، فبالتالي يحجب أبناء الإخوة. هذا بالنسبة للميراث بالنسب. أما في نعم تفضل. قال أسقط بني الإخوة بالأجداد، سبحان الله موجود في النسخة اللي عندي، ما أعرفها. نعم، حكما بعدل ظاهر الإرشاد. كما ذكرنا أن الجد يسقط أبناء الإخوة، هذا في ترتيب العصبة في الميراث. أما ترتيبهم في الولاء فابن الأخ يقدم على الجد، وقد يلغزون فيقولون وارثين حجب كل منهما الآخر، إذا هلك هالك وترك مالا وترك ولاء وترك جد وابن أخ، الجد يأخذ المال وابن الأخ يرث الولاء، لأن ترتيب العصبة بالنسبة للولاء يقدم فيه الأخ وابنه على الجد بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح، أخا وابنا على الجد قدمي. نعم، فيقدم ابن الأخ على الجد في باب الولاء، ما في غير ذلك فيقدم الجد على ابن الأخ. نعم نعم، البيت الأخير عندي قال أسقط، أسقط بدأه بالواو لكن الأحسن لا نأتي بالواو. أسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، أسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. نعم، الحين وصلنا إلى الفريضة المسمات بالأكدرية. سبب تسميتها بالأكدرية أن أول من طرحها رجل يسمى أكدر، أو الأكدرية لأنها كدرت صفو الفارضين أو كذا، اختلفوا في سبب تسميتها. هذه الفريضة هي تتركب من جد وأم وزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، لا فرق، أخت شقيقة أو لأب، المهم لا تكون أختا لأم. هذه تسمى الأكدرية. هذه المسألة أصلها من ثلاثة، أصلها أقصد من ستة وليست من ثلاثة، أصلها من ستة لأن فيها نصف للزوج وفيها الثلث للأم، والثلث والنصف مخرجهما من ستة، طبعا حاصل ضرب اثنين في ثلاثة. يأخذ الزوج نصف وتأخذ الأم الثلث، باقي عندنا الجد والأخت. الجد طبعا يأخذ السدس، يقول أنا لا أنقص عن السدس أبدا. بقية الأخت، الأخت تقول من يسقطني منكم، أيكم يسقطني،
ما في واحد يسقط الأخت، لا الأم ولا الزوج ولا الجد. الحقيقة أنهم هنا وقعوا في إشكالية. الجد هنا معصب للأخت، هي لا ترث فرضا، ومسألة العول التي سنتكلم عليها إنما تكون لأصحاب الفروض، العصبة لا يعال لهم. هذه المسألة اضطر الفارضون هنا إلى أن يفرضوا للأخت ويقدرونها وارثة فرضا يعول لها، مع أن الجد يعصبها فترث تعصيبا. العول هو كما سيأتينا إن شاء الله هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، أن ينتقص كل نصيب حتى نولد سهام زائدة، بينما كان المال مقسوم على 6 نقسمه على 9 أجزاء مثلا، انتقصت الأنصبة طبعا. نعم، عكس الرد. هنا لأن أردنا أن نعول للأخت، بماذا يمكن أن نعول لها؟ العول لا يكون إلا بالفرض، الشخص يعال له إذا بفرضه أو بتمام فرضه. الأخت فرضها نصف والمسألة من 6، إذا نعول بمثل نصفها فنزيدها ب3 للأخت، لأنها أصلا ترث 3 من 6 إذا كانت وارثة فرضا، ترث النصف، فنعول لها بمثل فرضها وهو نصف المسألة 3. نعم، تصبح 9. المسألة هنا عالت بمثل نصفها ونقصت السهام بمثل ثلثها، كل سهم ينتقص بثلثها حتى تولدت السهام 3، صار المال 9. طبعا الزوج يأخذ 3، الأم تأخذ 2، باقي 4. المفروض أن الجد يأخذ السدس الذي كان تمسك به، والأخت تأخذ 3 اللي فرضنا لها، لكن الجد يقول لا، أنا معصب، لا بد أن أعصبك. للذكر مثل حظ الأنثيين في السهام 4، 3 اللي زدناها والسهم اللي كان عند الجد، هذه 4 نصيب الجد والأخت، فالجد يعصب الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن 4 لا تنقسم على 3، تعصيب 3، و4 لا تنقسم على 3. سندخل في الحساب ونبين إن شاء الله قضايا التصحيح. هو أن نأخذ العدد المنكسر ونضربه في أصل المسألة بعولها، إذا لم يكن هناك توافق كما سنذكر، نأخذ 3 ونضربها في 9 ب27، 3 مضروبة في 9 ب27، من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه وهو 3. أقصد الزوج عنده 3 مضروبة في 3 ب9، الأم عندها 2 ضارب 3 6، الباقي 12 للنصيب الجد، والأخت على التعصيب تأخذ الأخت 4 ويأخذ الزوج ويأخذ الجد 8 للذكر مثل حظ الأنثيين. يلغزون بهذه الفريضة، فريضة جاء الوارث الأول وأخذ ثلث المال، وجاء الوارث الثاني وأخذ ثلث الباقي، وجاء الثالث وأخذ ثلث الباقي، وأخذ الرابع الباقي. الزوج أخذ 9 من 27 ثلث. نعم، جاءت الأم وأخذت 6 ثلث الباقي، 12 الباقية أخذت منها الأخت 4 ثلث. نعم، إذا أحببتم نطبقها على المواطن. نعم، المسألة كما قلنا زوج وأم وجد وأخت،
كما قلنا المسألة أصلا من 9 بعد العول، من 9 بعد العول، من 9 كما قلنا نصيب الزوج. لا لا نعم، نصيب الزوج 3 كما قلنا، نصيب الأم 2، 1 للجد، 3 للأخت. ثم جاء موضوع التعصيب فضربنا 9 في 3 تعطينا 27. نعم 27 الزوج. نعم 3 في 9 تعطينا 27. نعم نعم لا لا 6 ما الأصل من 6 وق... نعم الزوج عنده 3 من 9 أكيد، الزوج عنده 3 من 9 ما دامت في مرحلة العول ولم تزد بضرب نفس النصيب لأننا زدنا ليكون المسألة أصلا من 6 وعلناها إلى 9. الزوج له 3 من 9 والأم 2 والجد 1 والأخت 4 3 أقصد. سؤال شو؟ نعم. أنا ما حضرت بس ولكن أنا عارف الزوج إلى حد الربع أو النص، كيف صار الثلث؟ كيف صار؟ الثلث. لا هذا باعتبار 6 أو النص. لا هذا باعتبار الأصل، هذه تسمى مسألة مسائل العول نفس النصيب ونفس التسمية وهو في الواقع منقوص. لأنه هو 3 من 6 وعلنا، مفهوم؟ كما قلنا أنه إذا وقع العول كما سيأتينا المسألة تنتقص بقدر العول بعد نسبة العول لها بعد عولها، كل مسألة وقع فيها عول تنتقص سهام الشخص بنسبة العول لها بعد عولها. فالثلاثة هنا نسبتها 9 ثلث، معناه أنه كل واحد انتقص نصيبه بالثلث. كان الأصل نصف، أصل النصف انتقص إلى الثلث لأجل العول. ثم ضربناه في 3 علشان علشان ينقسم. نعم نعم، هنا الزوج له 3 من 9 مضروبة في 3 تعطينا 9، الأم 2 في 3 تعطينا 6 طبعا، الجد والأخت الحين حالة تعصيب سهم واحد يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي للجد 8 والأخت 4. نعم نعم، من 6 إلى 9 كيف ارتقينا؟ قد يصعب عليكم فهمه حتى نتكلم عن العول إن شاء الله غدا. أي مسألة زادت فروضها، زادت فيها الفروض على قدر المال، على قدر السهام، نزيدها تلقائيا بأن ننقص السهام حتى نولد سهام أخرى. نصف هو في الواقع ثلث، لكن هو في الواقع صار ثلثا لأنه انتقص بسبب إخراج سهام للأخت بعد العول. بعد العول لكن في الأصل هو نصف من 6، هو نصف من 6. اي نعم، والأم 2 من 6 لها ثلث، والجد باقي له 1 سدس. نعم، لكن بعد العول ينتقص كل واحد بثلث نصيبه لأننا ولدنا سهام زائدة نقصت النصيب حتى نكمل عدد الفروض المستحقة في المال. نعم، وسنتكلم إن شاء الله على قضية العول وخلاف الصحابة فيها وأول ما وقعت في خلافة عمر. الثلث. نعم،
الجد له باقي سهم واحد للجد والأخت، لكن الجد لا ينقص عن السدس. نعم. يقول الناظم رحمه الله: والأخت لا فرض لها مع والأخت لا فرض مع الجد لها. الأخت لا فرض مع الجد لها، لأننا قدمنا أن الجد يعصب، المفروض لا يفرض لها. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمام. زوج وأم طبعا بالإضافة إلى الجد والأخت، هؤلاء هم أهل الأكدرية. نعم، وهما تمام، يقصد الجد والأخت تمام الفريضة. فاعلم فهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحبي الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، أي جديرة بأن تعرف لأهميتها. فيفرض النصف لها والسدس له للجد مثلا، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة. بعد أن فرضنا وصححنا الانكسار حتى وصلت إلى 27، يرجعان للمقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى. فاحفظه واشكر ناظمه. شكرا، جزاكم الله خير. نتوقف هنا عند باب الحساب إن شاء الله.